بتفكر تعمل تبييض وغسيل الاسنان؟ لو لو ما ما جربتش قبل كده وده اول مره ليك، فحب اقول لك ان الموضوع بسيط. انا انا كنت قلقان شويه لان ده اول مره ليا اعمل تبييض. انا عارف يا دكتور ان طب الاسنان مكلف، فاحنا لو عملنا تنظيف وتبييض هيبقى مكلف، فانت ايه رايك نعمل مثلا تنظيف المره دي بس ونخلي التبييض مره تانية مثلا؟ والله بس انت حاليا احنا في الوقت الحالي احنا عاملين قطط كويس جدا للتنظيف مع التبييض. اوكي، لو تنظيف التبييض قبل كده كان سعره الاصلي 3600 ريال، تمام، حاليا احنا عاملين الاثنين ب 800 ريال. الاثنين مع بعض؟ الاثنين ب 800 ريال، تنظيف بس ب 99 ريال. فاعتقد ان السعر ده مفيش فيه ولا كلمه. تمام؟ وان شاء الله تحس بنتيجه كويسه باذن الله بعد. لا يا دكتور ما شاء الله الاسعار كويسه، لا توقع الله دكتور. يلا بينا؟ يلا بينا. يلا بسم الله. وده مركز بايونيرز وموجود في بهامور بجوار السوق البلدي، والكويس في المركز ان الاستشاره مجانيه، وعندهم دكتور تركي متخصص في زراعه الاسنان، والمركز متخصص في طب الاسنان، وعندهم دكتور لبناني ودكتور هندي ودكتور مصري، وحظي كان مع الدكتور عبد الله المصري، دكتور زي العسل. جلسه تبييض الاسنان سعرها 99 ريال وتقريبا بتاخد نص ساعه، وجلستين التبييض سعرها 600 ريال وتقريبا بتاخد 45 دقيقه. بس احنا داخلين على وكده دخلنا على جلسة التبييض، بيحط الأول مادة على الشفايف وبعد كده بيبدأ في عزل اللثة عن طريق القطن. كالعادة ما تنسوش تصلوا على النبي تحت في التعليقات، والفترة الجاية لو تحبون أنا أجرب أي مطعم أو أي مكان سياحي هنا في قطر يا ريت لو تعرفوني، وبسيب لحضراتكم رقم المدير المسؤول تحت الفيديو علشان اللي حابب يتواصل معاهم ويعرف الأسعار، لأن حاليا عندهم عروض على معظم الخدمات اللي بيقدموها، تنظيف تبييض حشو الأسنان وعلى الخلع وعلى زراعة الأسنان. خلصنا العزل وحطينا الجل بتاع التبييض، ودلوقتي هنبدأ أول سيشن مدتها تبقى ربع ساعة إن شاء الله. أوكي؟ حسيت بأي حاجة بس بترفع لي إيدك وتعرفني إن إيه؟ إن أنت حاسس. أوكي؟ وفي نهاية الفيديو بسيب لحضراتكم صفحة بالعروض والأسعار اللي بيقدموها، وده جهاز ليزر من أحدث الأجهزة الموجودة في السوق واسمه زوم، المفروض كان ليا 3 جلسات كل جلسة مدتها 15 دقيقة بس بصراحة أنا ما استحملتش أكتر من جلستين، والمركز بيفتح كل يوم من 8 صباحا ل 10 مساء ما عدا يوم الخميس من 8 الصبح لحد الساعة 4، وطبعا الجمعة أجازة، واللي عرفته إن المفروض بعد جلسة التبييض ما ناكلش ولا نشرب حاجة فيها لون، وبعد التبييض بتستخدم أي معجون سنان للحساسية، وجبت المعجون واستخدمته أقل من يوم وبعد كده الحساسية راحت ومفيش أي حاجة الحمد لله، والحساسية اللي أقصدها هي حساسية أسنان. انك تيجي تشرب مثلا حاجه بارده وتحس بالم في اسنانك. الحمد لله الموضوع طلع بسيط، واحب اشكر الدكتور عبد الله، ويا رب يكون الفيديو عجبكم واشوفكم على خير الفيديو الجاي، وبس كده سلام.